ايه ده؟ مالك يا احمد؟ جاي منين؟ مش هتصدقه. لا قول، ما احنا هبل بنصدق اي حاجه. طلعت الهرم اتفسح، رجلي خدتني عند الشاليهات، يا دوب بعدي من اول شاليه، باب اتفتح وايد شدتني لجوه، اتلهفت. واحده ست؟ امال واحده راجل؟ قعدت معاها ساعتين. ساعتين؟ ده انا في الوقت ده اكل حلة كوسة. قول خرجت وبعدي من قدام الباب التاني اتفتح وايد لهفتك لجوه. الله، انت كنت معايا؟ كمل كمل. ست شاليهات، كل شاليه انا احمي اخوه. هي الحتة فيها كم شاليه يا احمد؟ يجي 20. طب ما تجيب واحدة يا اخي. ايه اللي رجعك بدري؟ جريت الحق المواصلات وقعت. ست شاليهات وانا اللي نفسي في واحد شاليه. حظوظ. الحاجات دي ما فيهاش حظ، دي حرب بين الراجل والست، عايزه تكتيك عشان تكسبها. طب ما تقول. ده احنا زملاء يا اخي. الستات في عصر الذره بتحن لعصر الكهف، لما كان الراجل يجرجرها من شعرها ويرميها في التراب. بتحب القسوة، بتحن للعنف، بتموت في التعذيب. قسوة، عنف، تعذيب. فين؟ على الكهف. ايه؟ قصدي على البيت. مروح. خدني معاك. ايه؟ ايه اللي خلاك تخبى عننا حكايه العصر الحجري دي؟ ده انت مصيبه. ادفع انت الحساب. رجعت بدري ليه؟ ايه ده؟ بلاش هزار سخيف. ايه ده يا مجنون؟ ايه ده؟ سيب شعري يا متوحش. ما تكونش غير بالقسوة. الله. بالعنف. الله. بالتعذيب. سيبني سيبني يا متوحش. اوعى. وكمان كسرت الصيني؟ اتفضل بقى قوم اكنسه وامسح مطرحه. وباشتري غيره من ماهيتك. قليل الذوق. متوحش. مجنون. هي طريقة تنفع بتوع العصر الحجري. بس ما كانش عندهم صيني يتكسر فوق دماغهم. اوعي تتحرك.
مش هتفلت من ايدي. انا بتاع الحجري. افتح الكهف. افتح الباب. هكسره. اكيد بتوع العصر حجري كان صحتهم كويس. الاقيش عندكم فرنساوي يا شيخ؟ اتنيل، احنا لاقيين سجاير عربي. صباح الخير، عيني برد على سعادتك. الظهر الدواء خلى حضرتك تسوي الهوايل. تحب تشوف بنفسك؟ ابعد من وش الراجلين تحت سلك. صباحنا نادى يا استاذ فكري. نادي معفر، اهو كله محصل بعضه. فلوس ايه؟ شايفني بفتحها؟ ما تصطبح. دايما تشيل السكينه دي. ده تكون القرف. مشيني وحياتك يا استاذ فكري. على مالك على مالك. صباح الخير يا جماعه. هو انت اللي يعرفك تشوف خير ده؟ بهدلتني وقلت امتي. مالنا احنا ومال العصر حجري يا اخي؟ انتوا عصر حجري؟ على مهلكم. هو الستات ما تجيش غير بحاجه من اتنين، يا العنف يا المسايسه. صباح الخير يا استاذ احمد. صباح النور. قول لي يا دوبل، أيوة. هي مراتك نوحة ايه؟ ولف ابن عمراتي يا استاذ احمد. انت فاكر ايه؟ يا راجل بلاش سوء فهم، انا قصدي بتخاف منك. تخاف مني؟ انا اول ما ابص لها البصه القله تقع من ايديها، تغير هدومها على طول. هي بتشتغل؟ فشل. مرتب بلا. شايفين؟ الست اللي محتاجه لجوزها بتخاف منه. طب واللي بتشتغل بقى؟ تستعفه؟ ايوه، علشان مش محتاجه لفلوسه، لكن محتاجه لرقته، لحنانه، لكلامه الحلو، اللي مفيش ست في الدنيا تقدر تعيش من غيره. الو، طيران الشرق الاوسط؟ ده انا اللي هطير من الفرحه عشان سمعت صوتك. اهلا يا روح. الله، طبعا فاكر الميعاد الساعه 7. ايه ده، قليل الادب. ده شيء اكيد 100%. عارف، بس مش ممكن تكوني بتحبيني قد ما بحبك. باي باي. من كلمه واحده فرهضت في ايدي. هنيالك يا عم. ناس ليها بخت وناس ليها وناس ملهاش خالص. يا خبر، ده انا نسيت ميعاد عزيزه، لازم اجله. الست محتاجه للرقه، للحنان، للكلام الحلو. ايه الشياكة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ ده انا متجوزك بحلاوتك دي كلها لوحدي؟ الله، انت ايه حكايتك؟ بحبك. بتحبني ولا عامل عاملة؟ انا ما عملتش حاجة. لا يا استاذ، ما هو انتوا كده يا رجالة، الواحد منكم ما يجرش نعم مع مراته غير لما يكون لعب بديله برا البيت. انا ملياش ديل. من غير لف ودوران، رحت فين النهاردة؟ ايه ده؟ انت ريحتك برفان. ايوه، برفان من عندك. كذاب، قول لي عملت ايه بره. لا، هدى، هو جرى ايه يا هدى؟ ايه بقى؟ مش عايز اشوف وشك. عيب يا هدى، انت حبيبتي. انا مش هكلمك الا اذا اعترفت لي بالخيانه. الله، انت مجنونه. طب اتفضل روح للي كنت عندها. لو خرجت مش هشوف وشي تاني. اعمل اللي يعجبك. طيب طيب، انا خارج. أنا خارج. يا حبيبتي. الذوق، الرقة، الكلام الناعم، الله يخرب بيتك اللي كنت السبب. تمانية، تسعة، عشرة، 11، 12. شهيرة،
شرشر ناوليني ازازة ميه من التلاجة. 49 مقدرش اقعد على التمرين، هات انت يا شريف. طيب اديني اتنيلت وقعت. انت ما عندكيش ريحة الذوق ولا الانسانية. لا 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 مش كده، خليك ذوق حنين عاطفي. انت بتزعق بتقول ايه؟ ولا حاجة حياتي، كنت عايزك تيجي تضحك عليا لما وقعت. منظري عاطفي جدا. ستة وتسعين شرشر زي القميص مقطوع. وحياتك خيطه انت عبال ما اخلص. 98 وماد اخيطه 99. احنا لازم نساعد بعض. 100 مش هتحضر لنا الفطار بقى؟ انا هاخد دش. جهزه انت يا حبيبي والنبي. ها او ماله حياتي اجهزه. ما عندكيش غسيل كمان اخده فمين بالمره؟ ما تحرمش منك. امسك اعصابك، خليك رقيق لطيف.